جالنا خبر دلوقتي يعني وفاة كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن عادل هيكل. وفاة كابتن عادل هيكل يعني بننعي طبعا أسرة قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي بتنعي كابتن عادل هيكل، رمز من رموز النادي الأهلي، واحد من اللعيبة القدامى في النادي الأهلي بشكل كبير جدا، واللي يعني تأثير كان كبير جدا جدا في حراسة مرمى النادي الأهلي. وفاة الكابتن عادل هيكل، البقاء لله، بتنعي قناة الأهلي وبرنامج ملعب الأهلي الكابتن أسرة الكابتن عادل هيكل، البقاء لله يعني. فطبعا خبر على الهوا كده، كابتن عادل هيكل واحد من رموز النادي الأهلي، واحد من كباتن النادي الأهلي، واحد من الناس اللي هي أثرت في أجيال كتير أوي خصوصا في حراسة المرمى. وفاة الكابتن عادل هيكل.